المورد السابع والعشرون اولا ابن الاثير ينتقد ما جرى ويكرر الانتقاد في اكثر من مقام وباتهامه للايوبيين والتعريض بهم كانه يريد تبرئه الزنكيين من مثل هذه الافعال فيا ترى من اين اتت هذه الافعال ومن الذي افتى بها حتى صارت واقع حال ومن الثوابت والمسلمات ولا يخرج الأمر من أئمة المارقة القتلة فمن أين لكم هذا ففي الكامل الجزء العاشر في صفحة 29 ثم دخلت سنة 83 و500 سنة 583 قال ابن الأثير ذكر فتح يافا لما خرج العادل من مصر وفتح مجد ليابة كما ذكرنا سار إلى مدينة يافا وهي على الساحل فحصرها وملكها عنوه ونهبها ونهبها وأسر الرجال وسب الحريم وجرى على أهلها ما لم يجري على أحد من أهل تلك البلاد ويقول ابن الأثير وكان عندي جارية لا ننسى سابقا قال هذا فعل صلاح الدين فهنا يريد ايضا ان ينتقد ذاك الفعل. يقول وكان عندي جاريه من اهلها وانا بحلب ومعها طفل، اي من اهلها والمورد عن يافا اي من اهل يافا. وكان عندي جاريه من اهلها وانا بحلب ومعها طفل عمره نحو سنه فسقط من يدها فانسلخ وجهه فكبت عليه كثيرا فسكنتها. واعلمتها انه ليس بولدها ما يوجب البكاء فقالت ما له ابكي ليس له ابكي ما له ابكي انما ابكي لما جرى علينا كان لي سته اخوه هلكوا جميعهم وزوج و واختان لا اعلم ما كان منهم هذا من امراه واحده والباقي بالنسبه لاحظ كما نحن خرجنا النسبة في تلك المدينة المنصورة التي قتل فيها أكثر من 300 إنسان أبيد بها وأبيد فيها أكثر من 300 إنسان هذه في مدينة واحدة من المدن المصرية فكيف باقي المدن؟ كم قتل في ذاك الوقت وفي ذاك العصر وفي تلك السلطنة؟ هذه مدينة واحدة حادثة واحدة قتل بها هذا العدد. هنا ايضا يقول بالنسبه واعلموا وتيقنوا كم اذا من من البشر من المجتمعات قد انتهكت وابيدت يقول هذه امراه واحده قد ارتبط معها عدد ممن سحق من اخوه وزوج واخوات سته اخوه وزوج واختان هؤلاء تسعه وهي والطفل الصغير شعوب كامله تسحق مدن كامله تسحق من هذا الجانب ومن ذاك الجانب. يكمل ورأيت بحلب امرأة فرنجية قد جاءت مع سيدها إلى باب فطرقه سيدها فخرج صاحب البيت فكلمهما ثم أخرج امرأة فرنجية فحين رأتها الأخرى صاحتا واعتنقتا وهما تصرخان وتبكيان وسقطتا إلى الأرض. ثم قعدتا تتحدثان واذا هما اختان وكان لهما عدة من الاهل ليس لهما علم باحد منهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثانيا في نفس المورد ثانيا في الكثير من الموارد انتقد ابن الاثير صلاح الدين على مواقف اتخذها سببت الضرر الكبير على المسلمين وبلاد الإسلام من مواقفه مع الزنكيين إلى مواقف في فترة حكم, في فترة حكم صلاح الدين منها ما ذكر ابن الأثير في الكامل الجزء العاشر تحت عنوان ذكر فتح تبنين وصيدا وجبيل وبيروت وأما جبيل فإن صاحبها كان من جملة الأسرى الذين سيروا إلى دمشق مع ملكهم فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جبيل على شرط إطلاقه فعرف صلاح الدين بذلك فأحضره مقيدا عنده تحت الاستظهار والاحتياط وكان العسكر حينئذ على بيروت فسلم حصنه وأطلق أسر المسلمين الذين به واطلقه صلاح الدين كما شرط له. كما شرط له وكان صاحب جبيل هذا من اعيان الفرنج واصحاب الرأي والمكر والشر به يضرب المثل بينهم وكان للمسلمين منه عدو ازرق وكان اطلاقه من الاسباب الموهنه للمسلمين يعني ما فعله صلاح الدين من اطلاق هذا سبب الضعف للمسلمين والاضرار بالمسلمين قال وكان اطلاقه من الاسباب الموهنه للمسلمين على ما ياتي بيانه ومنها ما ذكره في الكامل الجزء العاشر في صفحه 69 قال ثم دخلت سنه 85 و وخمسة قال ذكر مسير الفرنج الى عكا ومحاصرتها لما كثر جمع الفرنج بصور على ما ذكرناه من ان صلاح الدين كان كلما فتح مدينه او قلعه اعطى اهلها الامان وسيرهم اليها باموالهم ونسائهم واولادهم اجتمع بها منهم عالم كثير لا يعد ولا يحصى ومن الاموال ما لا يفنى على كثره الانفاق في السنين الكثيره ثم ان الرهبان لاحظ كيف ينتقد ينتقد صلاح الدين يقول لماذا كثر الناس بصور يقول لان صلاح الدين كان كلما يفتح مدينه وقلعه يعطي لاهلها الامان فيذهبون الى الى صور فيجتمعون في صور يقول ثم ان الرهبان والقسوس وخلقا كثيرا من مشهوريهم وفرسانهم لبسوا السواد واظهروا الحزن على خروج البيت المقدس من ايديهم واخذهم البطرك الذي كان بالقدس ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعا ويستنجدون اهلها ويستجيرون بهم ويحثونهم على الاخذ بثار البيت المقدس وصوروا المسيح عليه السلام وجعلوه مع صوره عربي يضربه وقد جعلوا الدماء على صوره المسيح عليه السلام وقالوا لهم هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين صلى الله على محمد وال محمد وقد جرحه وقتله فعظم ذلك على الفرنج فحشروا وحشدوا فحشروا وحشدوا حتى النساء فانهم كانوا معهم على عكا عدة من النساء يبارزن الاقران فانهم كان معهم على عكا عدة من النساء يبارزن الاقران ومن لم يستطع الخروج استاجر من يخرج عوضه او يعطيهم مالا على قدر حالهم فاجتمع لهم من الرجال والاموال ما لا يتطرق اليه الاحصاء. يقول كل هذا بسبب من؟ بسبب صلاح الدين